أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. البي بي سي تقول 20 شخصا فقط قبروا صالح في قرية بعيدة عن صنعاء. من سبتمبر نت ميليشيا الحوثي تمنع أوائل الجمهورية من السفر إلى عدن لتكريمهم. ومن صحيفة البيان تتحدث عن المرأة التي دعمت أبو بكر سالم ليغني بصوت مرتفع. ومن الأخبار الطريفة الواردة في الشرق الأوسط، ترامب يشاهد التلفاز 8 ساعات في اليوم. أهلا بكم. تصدر خبر وفاة الفنان اليمني الكبير أبو بكر سالم بالفقي المواقع الإخبارية والصحف، وركزت المواقع على مناقب الفنان وحجم الخسارة التي خلفها رحيله وعنون موقع المشاهد نت: وفاة عملاق الأغنية اليمنية الفنان أبو بكر سالم. قال الموقع إن الفنان الذي توفي في الرياض اشتهر بأدائه مئات الأعمال الفنية وغنى لليمن عددا من الأغاني الوطنية، أبرزها أم اليمن، اليمن طيب، بندر عدن، ومن يشبهك من. وتميز الفنان أبو بكر سالم بعذوبة صوته وتعدد طبقاته بين القرار والجواب، كما تميز بقدرته على أداء الألوان الغنائية المختلفة، فإلى جانب إجادته للأغنيتين الحضرمية والعدنية فقد أجاد الغناء الصنعاني الذي بدأ يمارسه منذ بداياته الفنية. يتابع الموقع: ولد أبو بكر سالم بالفقي في مدينة تريم في حضرموت عام 1939 من أسرة معروفة، وقد سمي أبو بكر بن سالم تيمنا بجده العلامة أبو بكر بن سالم بن الشيخ أبو بكر، وتلقى تعليمه الأولي في تريم، وقد أظهر منذ بداياته تفوقا في علوم العربية والشعر، وظهرت مواهبه الفنية منذ صبا. وكان آخر ظهور له في أواخر سبتمبر الماضي في حفل تكريمه داخل الصالة الرياضية بملعب الجوهرة المشعة ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي 87، حيث ظهر أبو بكر سالم على المسرح وهو جالس على كرسي متحرك وسط تصفيق حاد من الحضور. العديد من العناوين وردت في الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، ومنها: ياسر العواضي يظهر بعد 5 أيام من اختفائه، لا تعزية ولا حديث عن الجناة. ومن العاصمة المؤقتة: عمال بميناء عدن يتهمون التحالف بعرقلة العمل في الميناء. ومن الحديدة: القوات تنتشر على مداخل حيس ومقتل وإصابة 14 مدنيا في قصف الميليشيا أحياء بالخوخة. وبالعودة إلى عدن: حالة من الهلع تعم موظفي المجمع القضائي إثر إشاعات بتهديدات أمنية. وعنوان: السفير الأمريكي يؤكد أن ميليشيا الحوثي مصممة على التخلص من المؤتمريين ويلوح بتحرك دولي ضدها. اليمن الغارق في المجهول. تحت هذا العنوان كتبت الصحفية السودانية منى عبد الفتاح مقالها المنشور في العربي الجديد، مضيفة في أجزاء من المقال: عندما قامت ثورة فبراير 2011 في اليمن، كان أمل الشعب اليمني المغبون هو الانتهاء من حقبة طال مص دمائهم فيها، لكن الثورة لم تفرق بين وطني غيور وطائفي مذهبي متسلق، فركب سفينتها الكل، ولم تكن بالطبع كسفينة نوح تحمل كل هذه الأضداد في جوفها، سرعان ما ضاقوا ببعضهم وضاقت بهم أرض اليمن نظرا إلى اختلاف أجنداتهم وأغراضهم، فلفظتهم من على ظهرها لتتلقفهم القوى المتربصة التي كانت تمدهم بكل المعدات والأسلحة، ولم يكن في وسع ثوار اليمن غير مقابلة نيران الأسلحة من هنا وهناك، حتى تحول الدفاع عن الثورة إلى دفاع عن الوطن. بعد الثورة لم يتحقق لليمني أي من الأهداف الطبيعية التي كان من المفترض تحقيقها، وهي سرعة استئناف العملية السياسية ومواصلة حماية المدنيين وتكثيف المساعدة الإغاثية والطبية للشعب اليمني، سيطرة على السلاح وعدم تمكين الميليشيات استخدامها خارج المعسكرات أو تهريبها إلى الخارج. لا شيء في يمن اليوم يشبه الواقع، ما يدعو إلى الاستعانة بنتائج المعالجات التي تمت في أوقات الحروب في أزمان سابقة. في كتابه الحرب والسلام عام 1865 رأى تولستوي أن مسألة تجذيب الحروب من كل ما يتعلق بها ووصفها بالضرورية هو نوع من التحايل،
من أجل إلباسها حلة الشرعية، هذا من منطلق فكرته أن الحروب لا يجب أن تحدث. الصراع الذي دار في صدر رواية تولستوري يدور حاليا في صدر اليمن، ويجسد الخيط الرفيع بين مآسي الضحايا والبطولة المزيفة التي انتهى بها صالح. يخف اليمن الآن على رمال متحركة ساخنة وخارج كل التوقعات، فديناميكيات التغير في الداخل تبدو معتمة ليسيطر الأسوأ من أحلك حالات التشاؤم. إلى موقع يمن مونيتور، والذي عنون في صفحته الرئيسية: الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بإعدام 20 شخصاً من أتباع صالح شمالي اليمن. قال الموقع إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتهمت جماعة الحوثي المسلحة بإعدام أكثر من 20 شخصاً واختطاف قرابة 150 آخرين بمحافظة حجة شمالي البلاد، وجميعهم من الموالين للرئيس السابق الذي قتل بأيدي الجماعة في 4 ديسمبر الجاري. وفي محافظة المحويت اختطفت جماعة الحوثيين 49 شخصاً معظمهم من أنصار وقيادات حزب الرئيس السابق، وخيرت البعض بين تفجير منازلهم أو الاختطاف والإخفاء، وهو ما دفعهم لاختيار السجون على تفجير مساكنهم. وذكرت السلطة المحلية بالمحافظة في بلاغ لها أن جماعة الحوثي قامت بتصفية أحد أعضاء مجلس النواب المحسوب على حزب المؤتمر، ومات آخرون تحت التعذيب بأحد سجونها، فيما لا يزال الكثير مختطفين بالمحافظة. العديد من العناوين التي وردت في الصفحة الرئيسية لموقع المصدر أونلاين، أبرز تلك العناوين: عملية تبادل أسرى تنجح في الإفراج عن 60 أسيرا في المتون بمحافظة الجوف، وعنوان: ارتفاع ضحايا قصف الحوثيين على مدينة الخوخة إلى 5 مدنيين قتلى و9 جرحى، وعنوان: الاتحاد الأوروبي يطالب جماعة الحوثي بوقف الانتهاكات في العاصمة صنعاء فورا. وقالت كاثرين ري المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي في بيان: إن التقارير الواردة من صنعاء تشير إلى تصاعد العنف بشكل كبير عقب مقتل الرئيس السابق. وأضافت: إننا نسمع عن القمع الوحشي والمضايقة الجسيمة والاعتقال التعسفي والقتل التي يقوم بها أنصار الله ضد السياسيين في حزب المؤتمر الشعبي العام وأقارب الرئيس السابق ونشطاء منظمات المجتمع المدني وغيرهم من المدنيين. المطرب الذي ناصف عبد الحليم حافظ في الأسطوانة الذهبية العام 1968 بعد امتلاك أكثر من 4 ملايين شخص لنسخة أسطوانته إمتى أنا أشوفك، والفنان الذي لم يسقط صوته يوما ولم تتعب منه المطارات، رحل فقيه الفن أبو بكر سالم تاركا وراءه إرثا فنيا عظيما. هكذا كتب سلطان بن بندر مقاله في صحيفة عكاظ عن فنان اليمن الكبير. ما بين طرفة عين راح الحبيب الزين، وراحت معه أحلى ليالي حب الغالي الثمين. لا شيء يصف حال عشاق المعلم الأكبر للداني الحضرمي بعد إعلان نبأ وفاته إلا كلمات الأغنية التي كتبها ولحنها لطلال مداح، مسترجعين من خلالها ذكريات الصوت الشجي والركن اليماني في موسيقى الجزيرة ليغنوا لأبو بكر بعد رحيله بصوت رجل واحد: روح يا روح حبيبي ليلة تم وتهدم المبنى، يكفي معي طيفك بعيني عم والقلب لك مغنى. ولم يعلم الفتى الخارج من تريم الحضرمية إلى عدن ثم من بيروت إلى جدة أن اسمه فقط سيكفيه دون أي لقب كبقية الفنانين العظماء من أبناء جيله، وأن حتى فوزه بجائزة اليونسكو في أفضل صوت بالعالم عام 1978 في أغنيته أقول له إيه التي شهد له العالم قبل 40 عاما من الآن بأن هذا الفنان سيبقى اسمه لقبا وسر حب غامض بينه وبين عشاقه. شامخا على المسارح يجاري اللحن بالصفير ويتكئ بكتفيه كل ذات طرب، مثقفا في أحاديثه المتلفزة وموسيقارا في ألحانه وغنائه، وكأن الفن كتب لمعلم اللغة العربية الذي كثيرا ما كان يستشيره رفاق دربه في كيفية نطق كلمات المواويل الفصيحة حتى أصبح مرجعا لغويا لهم.
أكمل في الكثير من السنون مشوار الأحبة دونهم بعد رحيل الكثير من رفاق مشواره الفني كطلال مداح، حسين المحضار، فائق عبد الجليل وغيرهم من كبار نجوم الزمن الجميل. قالت الناشطة والسياسية اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام في حديثها لقناة روسيا اليوم، والذي نقله موقع الموقع بوست، إن نهاية علي عبد الله صالح مأساوية ونحن لم نتمنى له هذا. قمنا بثورة سلمية وأجبرناه على الرحيل سلميا وأعطينا له الحصانة، سمحنا له أن يتحكم بالأموال والمليارات من الدولارات التي خزنها خلال 33 عاما في السلطة، ولسوء الحظ اختار أن يكون حليفا مع ميليشيا الحوثي. وفي موضوع آخر قالت كرمان: اليمن يعاني الآن من أسوأ أزمة إنسانية بسبب الحرب والانقلاب والحصار، هذه كارثة حقيقية للشعب اليمني، وهم الآن يعانون من الأمراض والمجاعة ونقص الكهرباء والحصول على المياه النقية ونقص التعليم. وأضافت: نحن نعاني من كل هذه الأمور، ويجب وقف هذه المعاناة وينبغي رفع الحصار. موقع سبتمبر نت تابع ما حصل لأوائل الجمهورية والذين منعوا من السفر إلى العاصمة المؤقتة، وعنوان الموقع: ميليشيا الحوثي تمنع أوائل طلاب الجمهورية من السفر إلى عدن لتكريمهم وتهددهم بالفصل. قال الموقع إن ميليشيا الحوثي منعت أوائل طلاب شهادة الثانوية العامة للجمهورية في المحافظات التي تسيطر عليها من السفر إلى العاصمة المؤقتة عدن لتكريمهم من قبل رئيس الحكومة ووزارة التربية والتعليم. وأقدمت الميليشيا خلال اليومين الماضيين على تهديد ومنع الطلاب الأوائل لهذا العام 2016-2017 من محافظات صعدة وحجة والمحويت وريمة وصنعاء وأمانة العاصمة وذمار من السفر إلى عدن، والذي كان من المفترض وصولهم إليها أمس الأحد لتكريمهم في قصر المعاشيق، معللين ذلك بأن الذهاب إلى عدن يعد جريمة تستدعي العقاب. وقال وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله سالم لملاس لسبتمبر نت إن ميليشيا الحوثي اتخذت قرار المنع الباتي بحق الطلاب في المحافظات الشمالية، وهددتهم بإلغاء شهاداتهم من قبل وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة الانقلاب في صنعاء. وأقامت وزارة التربية والتعليم مهرجانا احتفاليا كرمت خلاله الطلاب الأوائل على الجمهورية بثلاثة أقسام: العلمي والأدبي والثانوية الإنجليزية في جميع المحافظات، بعدد من الجوائز القيمة بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر. تحدثت الصحف العربية عن مجريات الأحداث في اليمن، وقد اختلفت في طريقة تفسيرها لهذه الأحداث، نستعرضها بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. 20 شخصا فقط حضروا دفن جثمان الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وفقا لما جاء في موقع شبكة البي بي سي، والتي عنونت: الحوثيون يدفنون جثمان الرئيس اليمني السابق صالح في قريته بحضور 20 شخصا. وقالت البي بي سي إن جثمان صالح دفن في قبر بالقرية التي ولد فيها خارج مدينة صنعاء بحسب أقارب له. وأفادت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام أن جماعة الحوثي هي من تولت عملية الدفن وسمحت لعدد محدود من أقاربه بحضور مراسم الدفن. وأكد متحدث باسم الحوثيين رفض ذكر اسمه إتمام عملية الدفن التي أنجزت تحت مراقبة وسيطرة أمنية مكثفة، وقد سمح الحوثيون بخروج ابن صالح وابن شقيقه من المعتقل لحضور مراسم الدفن. علقت صحيفة العرب الجديد حول معركة الحديدة، وعنونت في إحدى صفحاتها:
معركة الحديدة استحقاق عسكري للحوثيين من دون صالح. قال العربي الجديد: تسارعت التطورات الميدانية في الساحل الغربي لليمن عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء، مع تمكن قوات الجيش اليمني الموالية للشرعية ومعها قوات التحالف من تحقيق اختراق صوب محافظة الحديدة الحيوية. وقالت الصحيفة إنه من شأن التقدم في معركة الحديدة أن يحرم جماعة الحوثيين من المنفذ البحري الوحيد الواقع تحت سيطرة الجماعة والأهم يمنيا للعديد من الاعتبارات. وأكدت مصادر قريبة من الشرعية أن القوات التي تقدمت صوب محافظة الحديدة مؤلفة من قوات الجيش الموالية للشرعية ومسلحي المقاومة الجنوبية ومسلحي المقاومة التهامية التي جرى تدريبها في الأشهر الأخيرة من قبل التحالف. تتابع الصحيفة: من المتوقع أن يدفع الحوثيون بمزيد من القوات خلال الأيام المقبلة نحو الحديدة لخوض المعركة التي تسعى لعزلهم عن البحر الأحمر ومحاصرتهم من أكثر من جهة. عن الدكتاتور العربي، كتب الباحث التونسي أنور الجمعاوي مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا في أجزاء منه: يوهم الدكتاتور العربي الناس بأنه المسيح المخلص وصمام الأمان والواقي من الضياع، وأنه الحق ومن بعده الطوفان، محاولا إقناع العامة بأن بعده عن الدولة مهلكة وخروجه من الحكم مفسدة. وتعمد الآلة الدكتاتورية القامعة إلى تبكيت الفكر المخالف ومصادرة التعددية وتوظيف الوسائل الإعلامية لخدمة الحاكم، فتتم مركزة السلطة بيد المستبد وأعوانه، ويجري استخدام قنوات تشكيل الوعي الجمعي لتلميع سياسته وشيطنة خصومه، وهو ما يسهم في ترسيخ الأحادية وحجب الرأي الآخر، فيصبح المستبد وصيا على الناس، رقيبا على أفكارهم وأقوالهم وأفعالهم، ولا رقيب عليه. والخارجون على الدكتاتور العربي مخيرون بين التصفية والنفي والسجن والغرق في نهر من أنهار العرب وفيافيهم الواسعة. وتفسر سطوة المستبد بقلة وعي الناس بحقوقهم وواجباتهم، وبتضخم جهاز الدولة البوليسية القامعة، وانتشار ثقافة الخوف. فالحاكم بأمره تستند الدواوين والشرطة والعسكر والجواسيس والمخابرات والمؤسسات المدنية فضاءات لتكريس أفكاره وترويج منجزاته، فيصاب على التدريج بداء جنون العظمة، ويخيل إليه أنه مالك زمانه وأنه صاحب فضل على الناس، فيزيد في نهج الاستبداد ويجد في استتباع الناس بالقوة وينافس الله في عرشه، فيتم الوصل بين الله والحاكم على نحو يصبح معه تقديس السلطان من تقديس الله، فيغدو أتباعه ضرورة ونقد حكمه جريرة كبرى، ويؤدي ذلك إلى إنتاج دولة شمولية بعيدة عن دوائر التحديث السياسي لا محالة. من جانبها، اهتمت الصحف العربية بالأثر الذي خلفه الفنان أبو بكر سالم بالفقيه، ففي صحيفة البيان والتي عنونت في تقريرها ما لا تعرفه عن الفنان أبو بكر سالم، أن الفنان كتب أول نص غنائي في 17 من عمره بعنوان يا ورد محلى جمالك، ولم تستغرب عائلته أن الطفل اليتيم الذي توفي والده وعمره 8 أشهر فقط أن يظهر نبوغا في سن مبكرة، لا سيما أنه نشأ في بيئة مثقفة تقدر العلم والعلماء في مدينة تريم بحضرموت جنوب اليمن، والتي لا زالت تحتفظ بمكانتها العلمية إلى يومنا الحاضر. ثم انتقل إلى مكة وعاش فيها فترة من بدايات عمره، ثم عاد إلى تريم من جديد. أمه كانت تشعر أن صوت ابنها سيكون أغلى وألذ من العسل الحضرمي، لذا لم تقف في طريقه أو تتصدى لمحاولاته، وكانت تزهو وتماري به كلما شنف الأسماع بالأناشيد الصوفية. وعن أول ظهور علني للفنان وإبراز موهبته، قالت الصحيفة إن الفنان محمد مرشد ناجي الملقب بالمرشدي دعا أبو بكر للغناء لأول مرة أمام الجمهور، وذلك في إحدى مناسبات الزواج المقامة في عدن. وقال ناجي للجمهور: أقدم لكم لأول مرة الفنان الشاب أبو بكر بالفقيه. لم يكن المرشدي ليضع رهانه على فنان عابر، فقد كان أحد رواد الأغنية ومن ساهموا في إيصال الأغنية العدنية إلى خارج الحدود، فما إن قبض بيديه على الميكروفون حتى شعر بأنه يمسك بأول فرصة
حقيقية أتيحت له للغناء أمام الجمهور بعد أن حاول بعض الفنانين الدفع به لعمل إيقاعي دون علم أو دراية منهم أن هذا الشاب يملك موهبة خالدة ويخبئ بين أضلعه النحيلة نوتة موسيقية ستعيد تشكيل وجدان الناس بعد سنوات قريبة. وغنى أبو بكر سالم تلك الليلة أغنيته اليتيمة التي كتبها ولحنها قبل أن يبلغ العشرينيات، يا ورد محلى جمالك، فصفق له الجمهور. ولم يستطع النوم تلك الليلة إلا وقد شرع في كتابة أغاني منها خاف ربك يا حبيبي، يا خفيف الروح، وسهران ليلي طويل. من الأخبار المنوعة أيضا ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط بعنوان ترامب يشاهد التلفاز 8 ساعات في اليوم. قال مقربون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقضي ما بين 4 إلى 8 ساعات يوميا في مشاهدة التلفاز، ويبدأ يومه الساعة 5:30 صباحا بمشاهدة قناة CNN التي ينتقدها بشكل لاذع. وقال التقرير الذي نشرته نيويورك تايمز إن المسموح لهم بلمس جهاز التحكم الخاص بالتلفاز في البيت الأبيض هما 2، ترامب ومسؤولو تصليح التلفاز في إشارة لسيطرته عليه. وعطفا على عادات ترامب الأخرى، يذكر التقرير أنه يستدعي الطعام والمشروبات من خلال زر، ويستهلك قرابة 12 عبوة من الكوكا دايت كل يوم. وكان ترامب قد أدلى بتصريحات خلال زيارته الأخيرة إلى آسيا، حين قال: أنا لا أشاهد التلفاز كثيرا حتى إن كنت في واشنطن أو نيويورك. أهم الأحداث التي شهدها العالم خلال الأسبوع وثقتها عدسات مصوري صحيفة الجارديان نتابعها في جولتنا المصورة. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.